السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح معرض الوسائل التعليمية والتقنيات لمدارس ساحل حضرموت ويشيد بإبداعات ومواهب الطالبات. وكيل أول حضرموت يطلع على المعسكر التدريبي لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم بالمكلا ويتفقد المنشأة الرياضية لنادي شعب حضرموت. جالية المغتربين الحضارم العائدين من الكويت تنظم حفلا بمناسبة العيد الوطني للكويت. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم تعميما لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتعيين علي سالم علي باطاهر مديرا عاما للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان محافظة حضرموت. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا معرض الوسائل التعليمية والتقنيات لمدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بساحل حضرموت. وطاف المحافظ بأجنحة المعرض الذي ينظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ويشتمل على أجنحة الابتكارات والحاسوب والوسائل التعليمية والتجارب العلمية والمجالات الحائطية والصور الفوتوغرافية، وتشارك فيها أكثر من 1300 طالبة وتلميذة. وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في سياق ما يشهده قطاع التربية والتعليم من اهتمام ورعاية من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وأبدى محافظ حضرموت إعجابه بما شاهده في المعرض مشيدا بالتنظيم الجيد للمعرض واهتمام مكتب الوزارة بالأنشطة العلمية والنصفية. نحن سعداء جدا اليوم بمشاهدة هذا المعرض، لقد أبهرونا أبنائنا بما قدموه من عروض، وهذا إنما يدل على شيء، يدل على أنه العملية التعليمية في المدارس في حضرموت خلال السنوات القليلة الماضية قد نهضت نهضة كبيرة وتقدمت خطوات كبيرة إلى الأمام. أعتقد ما لمسناه اليوم، ما شاهدناه، ما سمعناه أيضا من الطلبة، من قدرات أبنائنا وبناتنا عن شرح هذه الوسائل العلمية، عن الحديث بشكل علم بشكل رائع وجميل جدا وبمفهوم عميق عن الوسائل التي عرضوها ومستواها ونوعيتها، وسائل رائعة، وسائل معبرة جدا. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن أبنائنا ارتقوا إلى مستوى يطمن. نحن مطمئنين مما شاهدناه، مطمئنين على أن العملية التعليمية في المدارس تسير بشكل أفضل وستتقدم إلى الأمام في السنوات والأشهر القادمة بشكل أفضل. هذا كله بسبب توفر الوسائل وتوفر الإمكانيات الضرورية للعملية التعليمية خلال هذه المرحلة. أنا مطمئن جدا أن أبنائنا، وأعتقد أن الأهالي أسر الطلاب والطالبات يحسون جيدا أن ما المعارف التي يتلقونها الطلاب في هذه الأونة تختلف بكثير عن المعارف التي يتلقونها قبل سنوات. مستوى الأداء ارتفع، النوعية ارتفعت، الفهم ارتفع، الحس بالتعليم ارتفع. فنريد هذا أن يستمر، نريد هذا أن يستمر، وعلى مكتب التربية والتعليم مواكبة هذه العملية، ونحن سنرعى هذا التطور باستمرار بإذن الله. لاحظنا اليوم ابتسامة الطالبات والمعلمات في معرض 16 للوسائل التعليمية من خامات البيئة، فرحتهم عندما قدموا أعمال طيبة وممتازة، لاقت استحسان الأخ المحافظ راعي التربية والتعليم الأول الذي لم يبخل في دعم العملية التعليمية منذ توليه قيادة سفينة المحافظة. ولاحظنا خلال السنوات التي تولاها التدخل في الجانب البنية التحتية إضافة إلى جانب الوسائل والتقنيات. اليوم حضرموت تختلف عن السنوات الماضية،
ليس بالأقوال إنما بالأفعال. أولياء الأمور أيضا الأسر المجتمع يلاحظون حضرموت كيف قيادة وزارة التربية والتعليم للأمانة تشكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وبلغنا الأخ الوزير أن الأخ المحافظ الوحيد من المحافظين الذين يدعم العملية التعليمية، وبدون شك اليوم الكل منا استبشر بخير. لاحظنا أيضا 7 أجنحة موجودة في المعرض يشارك فيها أكثر من 1300 طالبة وتلميذة وبراعة من رياض الأطفال، إضافة إلى 1640 وسيلة مختلفة. لاحظنا أيضا الابتكارات، لاحظنا أيضا الأشياء الجميلة التي ابتدعوها الطلاب. ونحن حسب ما صرحنا سابقا للأخ المحافظ نقول نبذل جهود طيبة مع جميع منتسبي قطاع التربية والتعليم لتحسين العملية التعليمية في المحافظة. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم على سير معسكر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الذي يقيم معسكره التدريبي في مدينة المكلا استعدادا لخوض غمار مباريات تصفيات المجموعة الثالثة الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو. وأكد الوكيل بن حبريش خلال لقائه بعثة ولاعبي المنتخب الأولمبي وجهازه الفني بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة عضو مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم طلال بن حيدرة على أهمية الاستعداد الجيد لهذه التصفيات الآسيوية والظهور بالصورة اللائقة والمشرفة. وأبدى وكيل أول حضرموت استعداد قيادة السلطة المحلية بتقديم أوجه الرعاية والتسهيلات الممكنة لأعضاء وبعثة المنتخب وإنجاح معسكره التدريبي في المكلا. وفي سياق متصل تفقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم المنشأ الإداري والرياضي لنادي شعب حضرموت الرياضي والثقافي والاجتماعي في مدينة المكلا. وخلال الزيارة اطلع الشيخ بن حبريش من رئيس اللجنة المؤقتة للنادي عامر بن مرضاح وأعضاء اللجنة على التصورات الأولية لإعادة ترميم منشأة النادي التي تعرضت للتخريب والنهب والحريق في يناير من العام 2014 بالإضافة إلى إصلاح أرضية ملعب تمارين النادي. وأكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالعمل الرياضي والشبابي مشيرا إلى أن نادي الشعب سوف يحظى خلال الفترة القادمة بقدر من الاهتمام بوصفه من الأندية العريقة في حضرموت والوطن عامة. كما التقى وكيل أول حضرموت بعدد من لاعبي الرعيل الأول للنادي لكرة القدم داعيا إلى الاستفادة المثلى من خبراتهم في المجال الرياضي. شهدت مدينة سيئون اليوم حفل اختتام أنشطة قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر والقطاع الزراعي وقطاع النقد مقابل العمل وتدشين قطاع تمكين الشباب بوادي حضرموت ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن الذي ينفذه إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويهدف المشروع على مدى عام كامل دعم قدرة المجتمعات على الصمود وتطبيع الوضع العام في اليمن من خلال تعزيز التعافي الاقتصادي المبكر. وفي حفل الاختتام أثنت السلطة المحلية بالوادي على الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ الكثير من المشاريع في المجالات التنموية المختلفة والهادفة. وتخلل الاحتفال عرض قصص النجاح لعدد من المستفيدين من المشروع ووصلات فنية. وكما جرى في ختام الاحتفال تكريم الرعاة والممولين والمساهمين في إنجاح المشروع. أرست لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم على مناقصة مشروع سفلة الطريق بروج القطن بوادي حضرموت بعد استيفاء الشروط اللازمة للعروض المقدمة من قبل المقاولين.
ويتضمن المشروع سفلة الطريق بطول 11 كيلومتر بعرض 10 أمتار إضافة إلى الأكتاف والجزيرة الوسطية، وتبلغ كلفته الإجمالية قرابة 6 ملايين دولار بتمويل من نسبة وادي حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط، كما أقرت اللجنة الموافقة على الأعمال الإضافية لمشروع مجاري مديرية حريضة. ناقش اجتماع اليوم بمدينة سيئون آلية توزيع التعويضات المالية للمتضررين من كارثة السيول للعام 2008 في مديرية تريم والبالغة مليار ريال يمني كمرحلة أولى. واستعرض الاجتماع البنود التي أعدتها السلطة المحلية بالمديرية التي سيتم بموجبها التوزيع بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص. ودعا الاجتماع إلى إيجاد بند لمشاريع البنية التحتية للخدمات الأساسية في تلك المناطق التي سيتم تعويضها، وتجدر الإشارة بأن إجمالي المنازل المتضررة كلياً التي سيتم تعويضها 148 منزل موزعة على 319 أسرة و 533 فرد. ضبطت قوات النخبة الحضرمية في نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس مساء أمس كمية كبيرة من الحشيش المخدر في طريقها من سيئون إلى مدينة المقلة. وقال مصدر عسكري في نقطة المثلث أن أفراد النقطة قاموا بتفتيش سيارة أجرة مشتبه بها وعلى متنها مجموعة من الركاب متجهين من مدينة سيئون إلى المكلا. وخلال التفتيش تم العثور على كمية من الحشيش مخبأ على جسم أحد الركاب مستخدما لاصق في محاولة إخفائها وتهريبها للمكلا. وأكد المصدر العسكري ذاته أنه تم تسليم المهرب لمكافحة المخدرات التابعة لأمن وشرطة ساحل حضرموت. من جهته أشاد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بالحس الأمني واليقظة العالية لأفراد وقيادة نقطة المثلث ومعسكر الأدواس. عقد اجتماع موسع ضم المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل الدكتور محمد باخلعة والمختصين في الرعاية الصحية الأولية والإصحاح البيئي، حيث ناقش اللقاء دور الإصحاح البيئي والرعاية الصحية الأولية وتفعيل الشراكة بين مكتب الصحة والأشغال والعمل على تفعيل الدور الرقابي والإصحاح البيئي والتدخل في سلامة عمل المطاعم وغيرها بما يضمن سلامة طالبي الخدمة من المواطنين ومراقبة الأسواق وكذا القيام بحملات التفتيش. وخلص اللقاء إلى التجهيز والاستعداد لخطة عمل مشتركة من خلال ورشة عمل تعقد نهاية مارس من العام الجاري. استقبل مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بمكتبه البعثة الطبية الأجنبية التي ستعمل في مستوصف ريدة الجوهيين الطبي. وتتكون البعثة من أخصائي جراحة عامة وأخصائية نساء وولادة وأخصائي تخدير سيعملون في المستوصف الطبي في ريدة الجوهيين لتغطية الاحتياج، وستباشر البعثة عملها في بداية شهر مارس من العام الجاري. بدوره رحب مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بالبعثة الطبية وحثهم على خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية والصحية الإنسانية اللازمة لهم. وصلت منحة من الأثاث والتجهيزات مقدمة من البنك الدولي إلى مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت تحت إشراف منظمة اليونيسف للطفولة. وتحتوي المنحة على أثاث والتجهيزات وغسالات وأجهزة حاسوب وشاشات وطابعات للمراكز الصحية لتحسين الخدمات الصحية في المراكز المدعومة من البنك الدولي، وكذا للإسهام في العمل الإداري والتوعية الصحية. وفي مراسم الاستلام حث مدير عام الصحة الدكتور رياض الجريري المسؤولين في المديريات والمراكز الصحية على الاستخدام الأمثل للأثاث والتجهيزات الطبية وتحسين الخدمة في مرافقهم
معربا عن شكره لمنظمة اليونيسف والبنك الدولي على دعمهما المتواصل لقطاع الصحة بالمحافظة. ناشد موظفو فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت محافظ حضرموت بالتدخل لإيقاف عمليات البسط العشوائي على مخططاتهم السكنية الواقعة في منطقة القاقين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين بها، وذلك بعد عمليات نهب وتكسير واستيلاء على أراضي الموظفين بالمخطط ومسح الأسماء والأرقام المكتوبة على الأراضي واستكمال البناء العشوائي. وتأتي عملية النهب بعد أن قامت شركة النفط بالتنسيق مع إدارة الأمن والشرطة وإدارة أراضي وعقارات الدولة بتنسيق حملة لإزالة كافة المخططات التي طالتها الأيادي العابثة واسترجاعها إلى مالكيها موظفي شركة النفط. وجدد موظفو فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت مناشدتهم بالسلطة المحلية بحضرموت بالتدخل السريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع حد للمتلاعبين ومن تسول له نفسه بالقيام بعملية النهب والتكسير والاستيلاء بأراضي موظفي الشركة. نظمت جالية المغتربين الحضارم العائدين من دولة الكويت الشقيقة من أبناء مدينة المكلا حفلا فنيا بمناسبة العيد الوطني الكويتي 58 لاستقلال دولة الكويت، والتي تأتي برعاية من محافظ حضرموت وتحت إشراف من مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت ضمن حملة ما نسيناكم الثانية بإقامة معرض الصور للمشاريع التنموية التي نفذتها دولة الكويت الشقيقة في حضرموت، وبالإضافة إلى العديد من الفقرات والوصلات الفنية من الفرق الشعبية بمدينة المكلا التي عكست الأجواء الفرائحية بالمناسبة. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. محافظ حضرموت يفتتح معرض الوسائل التعليمية والتقنيات لمدارس ساحل حضرموت ويشيد بإبداعات ومواهب الطالبات. وكيل أول حضرموت يطلع على المعسكر التدريبي لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم بالمكلا ويتفقد المنشأة الرياضية لنادي شعب حضرموت. جالية المغتربين الحضارم العائدين من الكويت تنظم حفلا بمناسبة العيد الوطني للكويت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.